أوقات أسنانك بتبعت لك رسائل تحذير على هيئة جفاف الفم، تورم ونزيف في اللثة، تراجع اللثة عن الأسنان، حساسية وتزحزح الأسنان، علشان تقول لك إنها كمان بتعاني من مرض السكر، لأن مرض السكر مش بيصيب الدم بس، ده كمان بيصيب الأسنان، وكل ما ترتفع نسبة إصابتك بالسكر، كل ما نسبة مشاكل الأسنان بتزيد، لحد ما توصل لتساقط الأسنان. علشان كده بننصح مرضى السكر بزيارة طبيب الأسنان شهرياً، والتعويض عن الأسنان المفقودة بزراعة الأسنان، واللي بنقدمها في مركز رويال مع زراعة الأسنان الفورية في 10 دقايق وبدون غرز جراحية.